يا مساء الصحة والسعادة والجمال على أحلى مشاهدين في الدنيا، مشاهدين قناة الصحة والجمال. أهلا وسهلا بيكم، حلقة جديدة من برنامجكم من الطبيعة. باستمرار بنقول إن الطبيعة الخلاقة اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبنا إياها هي اللي دايما زي ما بيخلق فيها الداء بيخلق فيها الدواء. علشان كده حلقتنا النهاردة هتكون عن فوضى المنتجات الوهمية المنتشرة الحقيقة في الأسواق مؤخرا. لكن قبل ما أدخل في موضوع الحلقة خليني أرحب بزميلتي اللي منوراني النهاردة، الأستاذة ريهام السرافي. أهلا يا عبد الرحمن، ازيك؟ وأهلا يا دكتور محمد جمال اللي منورنا النهاردة. ضيف حلقتنا النهاردة يا جماعة هو دكتور محمد جمال، رئيس شركة تايجر للمنتجات الطبيعية والعلاج بالأعشاب الطبيعية والزيوت الطبيعية، زي ما قال زميلي في الأول، من وحي الطبيعة الدواء موجود للداء. خليني أسأل ضيفي النهاردة أستاذ محمد، الأول كده عرفنا بنفسك. بحث في مؤسسة الزيوت العلمية، دايما بيقولنا واتجاهاتنا المجال البحثي دايما مجال عام، تمنح مؤسسة الزيوت البحث في جميع يعني أنماط الطبيعة، في الأعشاب، في النباتات. فإحنا اخترنا قسم الإيه؟ الأعشاب، لأن إيه؟ عادة في الوقت الحالي الناس بتعاني من أمراض وبتطلع أدوية مخترقة. إحنا عندنا علاج في الطبيعة. إحنا هنكون العامل المساعد اللي بين الطبيعة وبين الشخص. إحنا هنسهل له عملية استخلاص الزيوت واستخلاص ووجود النباتات الطبيعية والطبية الخاصة بالمرض بتاعه. فإحنا طبعاً هنتكلم في حاجات النهاردة مخصوصة كلها من الخلاصات الطبيعية بنسبة 100%. طب دكتور محمد، خلينا نقول إن مؤخراً في الأسواق انتشر العديد من المنتجات الحقيقة الغير مرخصة، واللي للأسف الحقيقة بينساق وراءها المشاهدين. علشان كده موضوع حلقتنا النهاردة عن الموضوع ده تحديداً، وكمان هنبتدي نطرح للسادة المشاهدين بعض المنتجات اللي إن شاء الله بإذن الله تكون سبب في شفائهم. خلينا النهاردة كان نتكلم عن أول حاجة معانا النهاردة. خلينا نقول إن كتير جدا من أهالينا دلوقتي بيعانوا بقى من مشكلة الظهر، مشكلة العمود الفقري، مشكلة الركبة. فالنهاردة بقى بنقدم للمشاهدين إيه ممكن يساعدهم في حل المشكلة. أنا قبل ما أتكلم عن المنتج لازم ندي صورة معينة. إحنا كبشر اتخلقنا من الأرض، من التراب، وعلاجنا في يعني في ما يخرج من التراب. احنا مجموعه العناصر اللي موجوده بجسم اي كائن حي بالاخص الانسان هي اللي موجوده في التربه. هي نفس العناصر، هي نفس العناصر. انت لما بيحصل عند حضرتك مثلا نقص في فيتامين سي، نقص في فيتامين دي، نقص في فيتامين الف، بتروح الدكتور بيوصف لك حاجات طبيعيه، اشرب ليمون، اشرب مش عارف ايه، معالي الحاجات دي فيها العناصر اللي هي تعوضك، اللي هي اصلا مكتسباها من الطبيعه. فانت في جزء من الطبيعه بيكملك، صحيح؟ فلازم توصل للجزء ده. احنا بنساعدك انك انت توصل للجزء ده. طبعا في مثلا اللي بيجي مثلا يعاني من بعض ايه الامراض، لو لاحظنا في فتره كورونا كانت كله بيعاني على عمليه المناعه، 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 ضعف المناعه، نقص المناعه، الكلام ده. فطبعا كان كله مرتكز على ايه؟ الفيتامين سي، واللي هو الليمون والعسل والزنجبيل والحاجات دي اللي هي بتساعد في تنشيط الجهاز الدوري وجهاز المناعه كان يقدر يقاوم الايه؟ الفيروسات. فاحنا طبعا يعني بعد ما توصلنا عموما في حاليا وقت صيحة معروفة اللي هي الرجوع للطبيعة. الطبيعة دايما بيكون فيها المستخلصات بتاعتها أو الحاجة المستخدمة من الطبيعة ما بيكونش لها أعراض جانبية. يعني هي مثلا زي وليكن مثلا لو اتكلمنا على جزئية يعني معينة، ودي بتدخل مثلا في أغلب المنتجات، بالذات المنتجات اللي هي مثلا زي كريمات، زي المنتج بتاعنا مثلا، ايه دخل العسل بيدخل في البشره، بيدخل في الام المفاصل، دي حاجه بتبقى العسل لو دخل بصفته الطبيعيه فهو بيدخل كعامل مساعد اللي هو بيتفاعل بين الجسم وبين الماده اللي ايه المحطوطه او المستخلصه من الطبيعه، بيساعد الجسم في ان هو ايه يمتصها. ده ترابط الانسان بالطبيعه. احنا بقى بنلخص الموضوع ده، بنجيب الخلاصات دي وبنحطها له في منتج واحد، وبنقول المنتج ده طبعا فائدته كذا كذا، نظام استخدامه كذا. ده طبعا بايه؟ على حسب الحاله اللي احنا هنتكلم عليها. بعد مجموعه من الابحاث لكل مرض طبعا. ايوه طبعا. وكل مكون بيبقى مختلف عن المكون الثاني من حيث تاثيره على الانسان ومن حيث امتداد مفعوله
ولا هل الحاجات دي بتبقى مؤقته؟ دي برضو بتكون فيها نقطه فيها اشكال. يعني في واحد بياخد منتج مثلا اي علاج كان يعني على وجه العموم، في واحد بياخد دواء بينجح فيه او بيتعالج منه او بيبقى كويس، في واحد برضو بيعاني من نفس الامراض وبياخد نفس الدواء، فده برضو بتبقى ايه ومش بي يعني مش بيتحسن، حالته بتتاخر او حالته بتضعف. هنا بقى بتختلف، وليكن مثلا انت تتكلم مثلا او نتكلم عن مثلا منتج مثلا الام المفاصل والعظام مثلا، هو مثلا الام المفاصل والعظام رجليه او المفاصل دي تعبلي صحيح، طب ما يمكن الوزن بتاعه كبير صح، ما انت لازم تعرف فين. فهو لو اخذ المنتج مثلا وهو محتاج تخسيس مش محتاج حاجه للالم المفصل، مش هيجيب نتيجه. اذا لازم الاول بنعرف العرض بعدها نبتدي نعالج المرض. فعشان خاطر كده بتقول المنتجات هي مثلا في ناس كتير بتعاني من المنتجات اللي بتجيب، لان هو مش بياخده بالطريقه الصح او مطابق بالظبط. يعني ده حتى اذا اصاب الدواء الداء شوفيها باذن الله صحيح. فانت بتاخده مثلا ينفع معاك ما ينفعش مع غيرك، لان المشكله مش مكمونه فالم عظام عندك فقط لا غير، لا انت ممكن يكون الوزن مشكله، السكر مشكله، في مشاكل تاني لازم ايه تعرفنا عليها طبعا عشان نقدر نقول لك ايه اللي يتناسب معاك. طب خلينا بقى نقول النهارده لو بنتكلم عن ريست جوينت، وهو احد المنتجات اللي اخترقت السوق مؤخرا وحققت الحقيقه مبيعات كبيره جدا لعلاج المفاصل والعظام. عايزين كده نعرف الساده المشاهدين التركيبه، الماده الفعاله، بنستخدمه ازاي، متكون من ايه؟ استجوينت كريم هو مكون من مجموعه من الزيوت. ايه هي الزيوت دي؟ عندك زيت الزنجبيل، زيت النعناع، زيت الكافور، زيت الحنظل. دول بيحتووا يعني علميا وجرت عليهم ابحاث في جامعات عالميا، دول بيحتوي على مجموعة من العناصر قادرة على تسكين الألم، قادرة على امتصاص الالتهابات. ده طبعا في ناس بتعاني من الألم ناتج عن الخشونة. بص عشان نكون واقعيين يعني وتكون المعلومة للمشاهد قوية، في واحد بيعاني مثلا من خشونة بيروح الوقت في حجن مثلا في انا مش هقول لك المنتج، لكن المنتج هيسكن الالم، هيمتص الالتهابات بتاعتك، هيساعدك في مراحل علاجك. طب يا دكتور لو حد جاب مجموعه الزيوت دي وحطها على بعض وحاول يعالج خشونه الركبه بيها، ولا دي لازم تكون بنسب معينه؟ بالظبط كده، هتختلف في عمليه ايه النسب، لان هو مثلا لو ضاف الزنجبيل مثلا زياده هو عنده حساسيه، هتعمل له مثلا شكل احمر كده في رجليه ويبدا في عمليه الهرش وبتاع، يبقى هو ضرر نفسه. احنا بنحطه بطريقه معينه بنسب معينه. يعني خلينا نقول الموضوع مش بيبقى ماشي كده بشكل عشوائي، لا طبعا، لكن بيكون ليه نسب معينه بيتم التركيز عليه. طب خلينا نقول هنا، هل المنتج داخل فيه اي جزء من المواد الكيميائيه ولا هو منتج طبيعي بنسبه 100%؟ لا هو طبيعي 100%. طبيعي 100%، والخلاصات بتاعته طبيعيه. احنا بناخد الزيوت اللي بتضاف، بيتعمل اولا مفيش لازم يتعمل عليها اختبارات، لازم تدخل معامل، لازم يعني في مثلا اللي انت جايب منه المنتج، احنا جايبين مثلا مجموعه من الزيوت من كذا، فاحنا عايزين نعرف هل زيت الزيتون ده او هل زيت الزنجبيل ده يحتوي على العناصر فعلا بتاعت الزنجبيل ولا في خلل، لان هو ممكن يكون في مشكله في طريقه التسميد والزراعه بتاعته تاثر على الخلاصه بتاعت المنتج. يعني انتوا بتتبعوا الزيوت من مصدرها من النباتات من الاساس؟ طبعا طبعا، ده حاجه مهمه جدا، لان في ممكن يكون داخل في زراعتها حاجات كيماويه تاثر على الزيت نفسه وتفسده. بالظبط، يعني مش بنكتفي بالتقرير المعملي، لا، المصادر الام. انت لما تقول مثلا في اشجار زيتون بتزرع في 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 المزارع في الارياف في الارض الطينيه، الزيتون مثلا ده مثلا حاجه هو نبات صحراوي، تمام. فلما يكون في الصحراء طبعا رمله، ما فيش ميه، في تعطش، بتكون العناصر بتاعته قويه عن الناتج في اللي هو ايه غني بعمليه الايه الميه يعني ايه ده غير ده في بعض الخلاصات بتاعته او العناصر بتاعته. فاحنا بنتتبع العشب من اول والمصادر الموثوقه عشان لما يدي منتج ندي منتج 100%. وطريقه عصره كمان بتختلف، يعني بنشوف زيتون بكر وزيتون معصور عصره بارده، في المستخلص في جميع الزيوت عموما المستخلصه من جميع النباتات والاعشاب لها طريقتين في الاستخلاص، طريقه المستخلص على السخن والمستخلص على البارد. المستخلص على السخن بيفقد مجموعه من الزيوت الطياره في عمليه الاكسده، تمام، اللي هي عمليه التسخين، بيطلع منه ابخره دي بتحمل زيوت طياره بيفقدها، دي بتحتوي على اقوى العناصر دي بسبب عقاقير.
اما بالنسبه للمستخلص على البارد ده بيبقى عصاره كامله بكامل المحتويات بتاعته. لكن هو بيكون في بعض الشوائب اللي هي بتخش على عمليه الطفي، لكن هو بيكون خلاصته العصاره على البارد ممتازه جدا جدا جدا. يعني بيتم عصر الزيوت دي كلها على البارد. طب خلينا نقول بقى يا دكتور، نقول ايه اكتر الفوائد اللي المنتج بتاعنا بيفيد المستخدم ليها؟ واحد، هو يفيد يعني ينفع لالام العظام كتسكين، المفاصل، العضلات، ينفع للي بيروح الجيم. هو حاجه مفيده للعضلات بتاعه الجسم وللالام بتاعه الجسم. كباسط للعضلات يا دكتور ولا لعلاج الشد العضلي؟ لا، العلاج الشد العضلي مسكن الام العضلات فيه بعد مثلا ما انت بتروح الجيم وبتحس بقى بتعب بقى بتمزق كده الكلام ده بقى بيسكن لك الموضوع ده. لكن هو الالم بيكون لك بعمليه التسكين اللي بتتم دي بتساعدك على الاستمراريه في انك انت تكمل التمرين بتاعك. فهو مش يعني مش مصنف يعني ان هو مرضي لالام كذا، لا ده ينفع للجيم، ينفع للامراض المفاصل والعظام، للالتهابات اللي في العضلات، التهابات المفاصل برضو، التهابات في العظام، التهابات في هو من ناحيه امتصاص الالتهابات حاجه قويه جدا في امتصاص الالتهابات من المفاصل والعظام والعضلات. طب يا دكتور خلينا نقول، هل في سن معين ممكن يستخدم المنتج ده ولا الموضوع عادي لكل الاعمار؟ هو طبعا هو احنا لما نقول تحديد السن فهيكون المستخدم دي فوق مرحله ال 18 سنه. ليه؟ لان ما فيش حد هيعاني من الام الركبه او الام الظهر او الام المفاصل وهو طفل صغير، او طفل هيشتكي من الم ركبه او مفاصل او الكلام ده. فطبعا لكن هو ما فيش اي مشكله في استخدامه. طب لو طفل عنده شد عضلي من تمرين يستخدمه. طب ايه الامراض اللي ممكن يكون انسان مريض بيها وما ينفعش يستخدم معاها المنتج؟ هو خالي احنا برضو عاملين في التركيبه بتاعت الكريم في عاملين عمليه حساسيه الجلد. في ناس عندها حساسيه الجلد ممكن تدهن كريم ويحصل عندها هرش ويحصل عندها الكلام ده. لا احنا واخدين بالنا من الحته دي كويسه. هو بيتم امتصاصه بطريقه ممتازه، ما بيأثرش على اي حاجه خارجيه. هو في الاخر طلاء خارجي يعني. تمام. يعني مريض السكر ممكن ياخده، مريض الضغط ممكن ياخده، ملوش دعوه باي حاجه خالص، ملوش اي عرض جانبي خالص يعني. ما فيش اي اثار جانبيه خالص، ما فيش اي اثار جانبيه. ليه؟ لان ده طلاء خارجي، واحنا اخر الاثار الجانبيه اللي كانت تم ملاحظتها في بدايه تجربه المنتج كانت عباره عن عنده حساسيه وحاجه كده، ولكن خلاص ما تجيش فيه اي حاجه، تم التعامل معاه. طب يا دكتور نقول بقى بنستخدمه ازاي؟ هو المفروض تنظيف المكان، وليكن مثلا هذه الركبه مثلا بيتم تنظيف المكان كويس، ويفضل لو كانت بفوطه او فوطه فيها ميه دافيه او ماء ساخن، عشان الماء الساخن بتساعد على عمليه الامتصاص وبتخلي الجلد بالظبط كده بتفتح المسام، ويبدا بعمليه الطلاء، ويبدا حوالين المنطقه اللي فيها الالم او اللي بيشتكي منها يبدا يمرر عليها، سواء كانت عضليه يبقى بشكل طولي، سواء كانت ركبه يبقى بشكل دائري او مفصل، عشان يساعد في عمليه الامتصاص. فما فيش في ربع ساعه بيكون ما فيش ألم. طب هل المنتج ده يا دكتور مصرح من وزارة الصحة؟ طبعا، لأن في منتجات في الفترة الأخيرة ضرت بصحة الإنسان بدل ما تفيده، وده نتيجة لأنها غير مصرحة من وزارة الصحة وغير معتمدة، وكانت النتيجة طبعا يعني هي في ناس اشترتها بلا وعي، وفي ناس استعملتها مع نفسها كده من غير ما تستشير أي دكتور، وكانت النتيجة أن هم اتضروا بدل ما يستفادوا. لا طبعا، المنتجات بتاعتنا مرخصة من وزارة الصحة والسكان ويستعلم عنها، ولها يعني عشان خاطر كده، عشان خاطر ما تضربش في السوق زي ما احنا بنسمع. طبعا بنتكلم بالبلد شويه، التجليد المنتج يقول لك المنتج تاخد مش لا، احنا عاملين خط معين لاستخدام المنتج اللي احنا مسؤولين عنه. تجيبه من اي مكان تاني ده مش خلينا نوه اعزائي المشاهدين ان اي حد عايز يحصل على المنتج ريست جوينت ممكن يتواصل على الارقام المتواجده على الشاشه دلوقتي. اي حد مره ثانيه عايز يحصل على المنتج بيتواصل معانا على الارقام المتواجده على الشاشه، واي حد برضو عنده استفسار ممكن يتشرفنا بالاتصال على الارقام وهتم الرد عليه. خلينا بقى دلوقتي نكمل حوارنا عن منتجات شركه تايجر، ولكن خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم تاني تابعونا. فضلك
أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني ومازال حديثنا عن منتج ريست جوينت، وهو زي ما تعرفنا على من دكتور محمد قبل الفاصل هو منتج يعالج علاج أو آلام العظام والمفاصل، وزي ما احنا قلنا أنه هو منتج طبيعي بنسبة 100%، حاجة سيفتي ملهاش أي تأثيرات جانبية. ومتواصلين دلوقتي الحديث عن المنتج النهاردة وهنتعرف أكتر. دكتور خلينا نواصل دلوقتي حديثنا عن المنتج، ونقول المنتج مثلا تم طرحه في الأسواق بقاله قد إيه؟ هو من فترة مش كبيرة لكن حقق نجاح كويس، وده طبعا اللي هيحب يتواصل معنا من عبر الأرقام أو من عبر الصفحة هيشوف وهيتابع الكلام ده، وهيعرف طبعا الصدى والردود، لأن الوقت إيه اصبحت موضوع السوشيال والكلام ده، انت بتتكلم مفيش حد مش ما ينفعش يرد عليك، كله بيرد عليك بالتعليقات، فكله بيشوف يعني بتبقى سمعه الشيء باينه يعني انت بتبقى يعتبر في الشارع. طب يا دكتور المنتج ده بيجيب تاثير بعد فتره قد ايه من العلاج؟ يعني لو حد عنده خشونه في الركبه بيحتاج تقريبا فتره من الى قد ايه تقريبا؟ والله الفتره بتتراوح ما بين عمليه التسكين، يعني لو تسكين الام بس كده هو، فبعد نص ساعه من دهان المنتج بتاعنا ما بيكونش فيه الم، يعني نتيجه فوريه. نتيجه فوريه. اما بالنسبه للالتهابات فده بيداوم لمده مثلا 3 ايام او اسبوع. بالنسبه لعمليه الخشونه والام فيه، بتبقى فيه الام في العصب بتمسك عمليه السمانه كده او العضل ده بايديها، بتستمر مثلا ما بين اسبوع ل 10 ايام. طب يا دكتور هنكمل حوارنا، لكن دلوقتي خلينا ناخد اتصال تليفوني معانا محمد من القاهره. مساء الخير. مساء النور. تفضل. الو. لو سمحت يا فندم، انا استعملت كريمات كتيره وعندي مشاكل في المفاصل عشان انا بروح الجيم باستمرار. وكل مره لا اما بتعمل لي حساسيه لا اما بجيبش نتيجه. وده مسبب لي مشكله، مش عارف اروح الجيم وقاعد في البيت ووزني زاد، فانا مش عارف اعمل ايه. طيب يا استاذ محمد هرد عليك دلوقتي، وانت محظوظ لان النهارده بس مش معانا منتج يعني بيخص مشكلتك تحديدا دي بس، لكن معانا منتج تاني خاص بالتخسيس هنتكلم عنه بعد شويه. دكتور ردك ايه على محمد؟ انا لسه كنت اتكلم معاه في الوزن بتاعك هيفرق، احنا لسه في بدايه الحلقه كنا بنتكلم ان العظام دي والمفاصل هي اللي بتشيل الكم بتاع جسمك كله. فواحد في مثلا وليكن في الم في المفاصل وفي العظام، في حاجات بس هنكون ايه بندي الماده العلميه قويه وسليمه 100%، في حد بيعاني من هشاشه في العظام، ده مش علاجه مع الكريم. بس خلينا هنا نعلق على جزئيتين. هو بيتكلم على ان هو استخدم بعض المنتجات اللي ما كانش ليها اي تاثير، واستخدم بعض المنتجات اللي ابتدت تعمل له حساسيه. ما دي الجزئيه اللي هتكلمنا فيها، كان في اول التيست كان في الزنجبيل، لان هو حاجه كده في ماده شديده تحس انك انت حطيت شطه او بتعمل حساسيه في الجلد، اللي عنده حساسيه بتقاوم الحساسيه معاه وبتعمل له هرش والكلام ده. فاحنا اضفنا بعض المواد اللي هي بتساعد على عمليه تلطيف البشره والامتصاص بدون اي تاثير وبدون ما تعمل له حساسيه ولا اي حاجه. طب لان دايما انت بتعالج حاجه بتسكن الم وبتهرش، فبتبقى عندك يعني عالجت مشكله مشكلتين. يعني ممكن حضرتك تلفيت المشكله دي في اثناء في تكوين المنتج ده، لان حضرتك كان من ضمن اشياء كتير، لان احنا بنجيب ناس بنسالها وبنجرب المنتج وبنتكلم معاهم، وجربت ايه قبل كده وايه اللي حصل معاك، وكان نتفادى المشاكل دي نطلع منتج بالطريقه دي او خلاصه طبيعيه 100% ملهاش ادنى عرض جانبي. اذا يا محمد خليني اقول لك استخدم منتج ريست جوينت، واحنا متاحين في موعدنا كل اسبوع، لو في اي مشكله انت تعرضت ليها ممكن تتواصل معانا على ارقامنا اللي متواجده على الشاشه. خلينا دلوقتي ناخد مين معانا. الاستاذ احمد من المنصوره، اتفضل استاذ احمد. مساء النور. بشكركم جدا على المنتج بتاع التخسيس، لان انا جربته ما شاء الله جاب نتيجه كويسه معايا، وانا بجد بشكركم عليه جدا يعني. منتج التخسيس. طب خلينا نقول يعني قبل ما نعرف تفاصيل لسه هنتكلم عنه، بس خلينا كده ادينا تجربتك، يعني نزلت تقريبا قد ايه، كان وزنك كام، نزلت بقيت قد ايه؟
والله انا يعني فرق معايا جدا، انا انجزت يعني كتير طبعا، انا يعني مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، بس انا بشكركم جدا والله. ماشي يا استاذ احمد، شكرا. عايز اقول لكم يعني انا واحد من الناس شخصيا بستخدمه، وربنا يسر يعني، انا خسيت كتير شويه كده هختفي يا دكتور. لا مش هتختفي، هتبقى زي ان شاء الله. ان شاء الله. واذا حضرتك بتستعمله كده يا دكتور؟ لا ولا ايه؟ لا خسس كده طبيعي. طبيعي. طيب كلمنا بقى على منتج التخسيس. منتج التخسيس عاده في عمليه زياده الوزن بيكون ليها يعني كذا سبب، يعني في زياده الوزن عن طريق افرازات الغدد. احنا الصيغه الطبيه تبقى يعني في حد بياخد منتج تخسيس برضه ما بيخسش. يعني برضه نفس المشكله بتاعت انك انت بتاخد، انت مشكله التخسيس عندك مش في عمليه الاكل والامتصاص، انت ممكن يكون عندك افرازات زياده في الغده. فانت محتاج تتعالج من الغده مثلا. لكن احنا بنتكلم على التخسيس اللي هو انا باكل كتير. باكل كتير، ده المنتج بتاعنا يعني ايه على هذا الحد، يعني عشان خاطر مش اي تخسيس، لان في مثلا ايه زي ما قلت لحضرتك ان واحد مثلا زياده هرمونات معينه بتكبر، يعني تلاقي مثلا في حد سنه كذا وتحس ان هو اكبر من سنه بكذا مره على حجم الجسم بتاعه. ده محتاج علاج اخر طبي طبعا. ده حاجه ده حاجه غدد وافرازات وانزيمات وهرمونات. انا بتكلم على التخسيس اللي هو في عمليه الاكل، انا باكل كتير ومش قادر اوقف نفسي عن الاكل لناتج عن الوزن الزائد من زياده او الشهيه مفتوحه بالظبط كده. فطبعا ده محتاج ان عمليه الشهيه عنده ايه تنخفض. بنشوف احنا منتجات كتير بتتكلم عن التخسيس. في التخسيس على في تخسيس على نوعين. التخسيس الاولاني يعني اللي هو تصفيه الدهون، ان هو بيخلي الجسم بتاعك ينزل كل الدهون مره واحده. وفي اللي هو بيخليك ما بتاكلش، انك انت كده بيبدا جسمك يعمل عمليه الحرق الطبيعيه للدهون الداخليه بجسمك. ده المنتج بتاعنا. بيعمل ايه؟ بيتحول لماده جل، مادة زي الجل داخل المعدة. طبعا لما أي حاجة بتنزل المعدة، المعدة بتفرز العصارة الصفراء، بتفرز المادة المهضمة بتاعتها. تمام. ال- 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 المنتج بتاعنا ده بيعمل ال- 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 حاجة زي الجل كده في المعدة، بيخليها انك انت ما بتاكلش. فكرة بلونة المعدة. زي كده. عشان خاطر انت ايه بيخفض عندك مستوى الأكل، فأنت بتحس بالشبع طبعا. فأنت ما بتاكلش، فإحنا كده هو يعني ايه قصرنا المسافه في عمليه التخسيس، في انك انت ايه بتاكل وبيطلع بسرعه يعني. خلينا كده الدكتور نقول ان كده ممكن اللي بيستخدم المنتج هو بياكل عادي الاكل الطبيعي بتاعه، ولكن المنتج بيبتدي يحجم بيحجم اساسا. في ناس عندنا وبالذات يعني ايه احنا كمصريين يعني الفطار الشعبي والتعامل في الاكل ده ما فيهوش رحمه يعني. محشي بقى ورق العنب. فطبعا ايه ففي ناس يعني ايه ما بتقدرش تعمل اسطوب عند الاكل ده. ما بيقدرش الشعب محب للاكل طبعا على فكره، والمطبخ المصري عبد الرحمن المغري هنعمل ايه؟ طيب ما هو انت كنت بتحب الاكل فاحنا هنصومك، فانت ما بتشتكيش من الكرش ما بتحسش انك جعان. فطبعا لازم انك انت بتحس بالشبع. طب يا دكتور بعض ادويه التخسيس اللي بتعتمد على قفل الشهيه يقال او هو بالفعل ليها اثار جانبيه على المخ. لسه بنتكلم لسه انا جاي حاضر في الكلام. هو انت تحول الماده دي لماده جل في المعده عندك، هتخليك بدل ما تاكل مثلا معده كامله تاكل تلت معده او نص معده، احنا هنقولها كده بالتقييم اللي هو ايه العادي كده. يعني مش هتاكل مثلا وجبه كبيره، هتاكل وجبه صغيره. انت ممكن ما تاكلش مع المنتج بتاعنا. والمنتج بتاعنا بيحتوي على مجموعه من العناصر الغذائيه اللي يحتاجها الجسم في عمليه الامتصاص. يعني انت عندك المنتج مكتمل. ممكن الحته دي تاني؟ المنتج مكتمل بمجموعه من العناصر الغذائيه اللي هيحتاجها الجسم بدل الاكل. تمام. يعني خلينا نقول انها بتعوض الجسم عن اللي ممكن يحصل عليه من الاكل، فسواء بقى هو اكل او ما اكلش عادي. بالظبط كده، هي بتديك نفس العناصر اللي انت محتاجها. بمعنى ان هو هيخس ومش هيضعف. بالظبط. يعني صحته مش هتضعف. لا صحته مش هتضعف. فيها مجموعه من العناصر الطبيعيه كايه؟ كاملاح، فيتامينز. في فيتامينات، في املاح، في سكريات، في مكتمل مجموعه العناصر اللي محتاجها الجسم ككل. ان مش هوقفك على الاكل وهتحس بضعف او بهذا، لازم المنتج يكون محتوى على مجموعه من العناصر الغذائيه اللي هي تساعد الجسم على ان هو يستمر ويقاوم ومفيش اي محصول حس باي خلل. في منتجات تخسيس تتسبب في سقوط الشعر وضعف النظر، يعني بيقول لك اصلا عملت اخذت منتج تخسيس ولقيت شعري بيقع. فاللي حضرتك بتقول عليه ده معناه ان هو بيحتوي على حاجات تعوض النقص اللي بيحدث من اخذ بعض الادويه اللي بتقفل الشهيه. في منتجات تخسيس
بيضاف عليها بعض العناصر الكيميائيه اللي هي بمجرد ما بيمتصها الجسم وبتيجي عمليه الخروج من الجسم. الانسان عنده مخارج معروفه طبيا، البول والبراز والمسام بتاع جسمه، فدي بتترصد في بين طبقات الجلد، دي بتضعف الجلد، فكده هو هياثر على الشعر طبعا، هيضعف البصيلة على انها تنمو، ده طبعا لانه بيكون عليه مضاف عناصر كيميائيه. خلينا ناخد دلوقتي اتصال تليفوني. معانا مين؟ الحاج عبد الرحيم من جنة. اهلا وسهلا بيك، اتفضل. انا عندي 50 سنة وعندي الضغط، وكل يوم بصحى بدري انزل في الارض، والموسم بتاع القصب شغال، واخدت علاج عشان خاطر موضوع الركب معايا مع الميه، وتعبت عشان موضوع الضغط. فشوف كده الدكتور كده ممكن نساله على حاجه تنفع معانا يعني، وما تاثرش على موضوع الضغط ده، عشان انا ما عنديش شغل تاني غير موضوع الارض ده والميه يعني. طيب اتفضل. ما بيتكلم عن الم في الركب دكتور، يعني الم الركب ده خلينا نقول ان هو من الحاجات المنتشره جدا في بيوتنا المصريه. هو جال سنه كام سنه؟ 50 سنه؟ 50 سنه. وعنده ضغط. الوزن بتاعه ايه؟ ما احنا ما عرفناش الوزن بتاعه ايه. يعني حاول ترجع لنا. انا وزني مش كبير، انا وزني 85 كيلو. وطول حضرتك قد ايه؟ انا طولي 170 يا استاذ، يعني ما عندوش اوفر ويت غير يعني يذكر. ده هيستخدم المنتج بتاعنا اس جون كالالام اللي هو بيعاني منها من الركبه، يدهن بشكل دائري لو هو شايفنا ومعانا، يدهن بشكل دائري، وهيستخدمه مرتين في اليوم، يعني الصبح قبل ما يطلع على الشغل، لان احنا قلنا ان هو بيسكن من الالام في 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 نص ساعه، وقبل ما ينام طبعا كان هيكون حاسس بالتعب وبالكد ده، وبعدين ملوش دعوه بالضغط ولا ليه دعوه باي حاجه اصلا. تمام. المنتج بتاعنا مش اي. طب خلينا دلوقتي يا دكتور عايزين نعرف بقى، نرجع كده الريست جوينت ونقول الروجيتا اللي بتقدمها للساده المشاهدين نستخدم كام عبوه خلال وقت قد ايه؟ هو الكورس المفروض لمده شهر. ثلاث مرات. ثلاث عبوات. العبوه بتكفي لمده 10 ايام. على دهان صبح وليل. ده اللي هو بيعاني المعتاد من الام الالام الالام الالام، لان هي اكبر مشكله بتعيق الانسان في التحرك، الام اي كل الام عضلات بتعوقه في التمرينات، الام مفاصل العظام بتعوقه في العمل بتاعه. فطبعا يستخدم الكرسي كامل ثلاث عبوات لمده شهر، العبوه بتكفي 10 ايام صبح وليل. طب يا دكتور لو الالم توقف في خلال الشهر ده، يعني مثلا هو جه في نص العلبه الثانيه بعد 15 يوم تقريبا والالم توقف، يكمل الكورس برده ولا يكمل يكتفي؟ لا 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 يكمل الكورس بتاعه. لان هو مفيد بطبيعه، لان عمليه الالتهابات دي بتاثر، يعني هو مش عمليه تسكين بس، عمليه الالتهابات بتاثر على الماده الزلاليه اللي موجوده بين الايه المفاصل. صحيح. فهو كده هو لو قضى على الالم فلسه محتاج ان هو يقضى على الالتهابات عشان خاطر ما يحصلش اي ضعف في الماده الزلاليه اللي هي بتساعد عمليه الايه، فهو يستمر في الكورس بتاعه. هل في ناس تحتاج تكرر الكورس على حسب الحاله بتاعته؟ ولكن طبعا مع مراعاه الوزن ده حاجه مهمه جدا يعني. طب يا دكتور هل خلينا نقول هنا، هل بيتم اللي بيشتري المنتج نفسه هل بيكتفي بشراء المنتج، ولا عندكم مثلا متابعه من خلال ارقام التليفون؟ لا، في متابعه طبعا مستمره مع اللي بياخد المنتج، وفي اطمئنان على الحاله بتاعته وعلى المنتج عامل معاه ايه ووصل لحد فين وايه وبيحس بايه، وبمجرد ما بيطلب المنتج بنتناقش معاه، إيه طب انت وزنك ايه، بتعاني من ايه، ايه مشاكلك، حصلت عندك قبل كده قصور، اخذت ايه علاج، إيه اخر التقارير واخر اشعه كنت عملتها، عشان ياخد المنتج، لان ده انت بتعمل حاجه، بتقدم حاجه، يبقى لازم تكون حاجه مفيده بالفعل. طب يا دكتور المنتج ده انتوا بتوصلوه للناس ولا في مكان معين؟ يعني هو اونلاين فقط؟ لا، في اونلاين وفي مكان للشركه، وفي على حسب زي ما عايز، لكن هو في اونلاين ممكن توصلوه، قصدي اي محافظه يوصل أي شامل الجمهوريه ومحافظاتها. يوصل اي مكان في الجمهوريه. طب دي حاجه كويسه جدا، انتوا كده بتسهله على الناس فعلا. يعني احنا بنشكر طبعا شركه تايجر للمنتجات الطبيه على كل المنتجات اللي بتقدمها. خلينا كده اعزائي المشاهدين نقول ان منتج ريست جوينت، ارخص كده لدكتور محمد قاله، هو يعني منتج لعلاج المفاصل وخشونه
الركبة هو منتج آمن بنسبة 100%. المنتج ده مكون من مجموعة من الأعشاب الطبيعية بدون أي مواد كيميائية، يزيل كافة الآلام وليس له أي آثار جانبية. أي حد عايز المنتج ده من شركة تايجر للمنتجات الطبية ممكن يتواصل على أرقامنا المتواجدة على الشاشة دلوقتي. دكتور نرجع تاني ونقول منتج أوزو بنستخدمه قد إيه؟ أوزو بيستخدم ثلاث مرات في اليوم قبل كل وجبة بما يقارب ساعة إلا ربع. قبل كل وجبة بقد إيه؟ قبل الوجبة بنص ساعة أو ساعة إلا ربع يعني. كل ما تديلهم ساعة قبل الوجبة بساعة إلا ربع ده بيساعد في تقليل عملية الإيه؟ الأكل يعني. طيب هو مكوناته إيه يا دكتور؟ المكونات بتاعته خلاصات طبيعية. إحنا لما نتكلم مثلا عن إن هو فيه فيتامين سي تمام. يبقى هو داخل فيه ليمون، داخل فيه برتقال، داخل فيه. لما نتكلم على جميع العناصر فاحنا واخدين العناصر دي من يعتبر عشب طبيعي 100%. وانا كمان شايف يا دكتور على المنتج يعني برتقال. وانت ما هو بيحتوي على مجموعه من العناصر اللي بيحتاج. انا بديك عناصر مش هديك فضلات. انت بتاخد حاجات للامتصاص المباشر للجسم عشان يبقى عندك طاقه. انت مش محتاج تاكل وتشغل معده. هل هو زي الفوار او زي الشاي يعني؟ هو حاجه بتتغلي ولا حاجه كده؟ لا حاجه بتتحط في كوبايه ميه عاديه وبتتقلب كويس وبتتشرب. يعني التست الاول بودر يعني بودر ميه زي العصير. زي العصير بالظبط. هو طعم العصير بالظبط. ولو يعني المفروض ان هو يتعمل ويتشرب مباشره. لان هو لو اتساب وقت بيبدا يتحول لعمليه جل بيبدا يدخل. ده اكفأ دليل عين عليه يعني. لا احنا عايزين نحوله في المعده مش بره المعده. عايزين نلحقه يتشرب على طول مره واحده ما شاء الله. طيب بينزل الوزن تقريبا بمعدل قد ايه؟ يعني مثلا هادي حضرتك مثل رجل او سيده مثلا عنده اوفر ويت نقول 30 كيلو تمام. مفترض ان هو العبوه دي بتكفي قد ايه مبدئيا الاول؟ العبوه بتستمر معاه يعني يمكن 10 ايام. يعني منسق على ان هي 10 ايام. 10 ايام طبعا. نزول في الوزن اول اسبوع بيبقى اسرع من اول اسبوع طبعا اكيد طبيعي. اول اسبوع بيكون ملحوظ جدا يعني. حوالي قد ايه يا دكتور عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين؟ هو على حسب عمليه الاحتراق بتاعه الدهون بتاع الجسم يعني. هو اللي بياخده مش بياكل. طب انا همشي يبقى هو ده هيحرق كتير في عمليه الدهون هيخلي الجسم يحرق عمليه الدهون الزياده عنده فكده هينزل بسرعه. في واحد بياخده قاعد فده يكون عنده بطء في عمليه التخسيس بتاعته. فدي برضه بترتكز عليك انت كعامل مساعد. لابد منك انت تساعدنا على عمليه حرق ايه الدهون الموجوده. يعني ننصح برضه باستخدام بالرياضه بجانب اكيد طبعا ده لازم يعني. هو التخسيس بدون رياضه مش كويس يعني. الرياضه بتساعد في عمليه حرق الدهون يعني بتنزلك بطريقه ممتازه منسقه. طب يعني ياكل معاه اللي هو عايزه ولا يتوقف عن اكلات معينه؟ لا هو ياكل معاه اللي هو عايزه يعني. ده لو قدر ياكل معاه اكله طبيعي لو قدر يعني. انت بتتحدى ان حد يقدر ياكل معاه يعني؟ لو قدر ياكل معاه اللي هو عايزه يعني. هو ياكل اللي هو عايزه بس هيستكفى بسرعه. طب هل ده يا دكتور برضه ملوش اي اثار جانبيه لو الانسان عنده مرض مذمن؟ لا ملوش اي. بصي ده خلاصات طبيعيه يعني. قولي لي مشكله الليمون على مريض السكر ايه؟ مش مشكله. يعني فاهم يعني الحاجات لا في بعض المكونات الطبيعيه في الطبيعه بتعلي الضغط. احنا لو قلنا مثلا يعني زي الكركديه الجنزبيل الحاجات دي بعضها بيعلي ضغط الانسان فالمريض الضغط ما بيقدرش يشرب منها كتير يعني. الحاجات اللي مثلا الكركديه مش هيخش في منتج خاص بعمليه التخسيس لان الكركديه العناصر بتاعته كامله ملهاش دعوه بالتخسيس. خلينا نقول ان هنا بتكلم هل يعني عفوا يا عبد الرحمن هل في احد المكونات دي ممكن يكون ليها تاثير على الضغط؟ لا ولا السكر. مش شرط يكون كركديه منتجات الكتيره ولا السكر. ولا السكر تمام. يعني مريض السكر ياخده ومش مريضه اللي هو مش بيعاني من السكر ياخده. حابب يضيف عليه سكر يضيف، ما يضيفش ياخده عادي كده مفيش اي مشكله عادي يعني. انت جربت ده يا عبد الرحمن؟ انا الحقيقه جربت من ورايا. طبعا انا يعني انا حتى كل زملائي في القناه بيقولوا لي انت خسيت كده. انا شفتك خسيت كده بسرعه الفتره الاخيره. لبسي كله واسع يا دكتور خلاص. انا بستخدم اوزو بقالي دلوقتي حوالي 10 ايام لكن بجد في تاثير ملحوظ جدا جدا، خاصه ان انا من هواة بقى الاكل بالليل
فابتديت ان انا اقلل كميه الاكل اللي باكلها بشكل وانا لازم جدا. اجرب انا كمان بعد كده يا دكتور ان شاء الله. وننصح الساده المشاهدين ان شاء الله يجربوا المنتج وهيعجبهم جدا إن شاء الله. وهو مش حاجه مفرطه ولا حاجه بتسبب لك في اي ضرر، سواء سكر او ضغط ما عندكش اي مشكله خالص. كل المنتجات اللي احنا بنعملها خلاصات طبيعيه ليس لها اي اعراض جانبيه، ما بتاثرش على مشاكل في جسم الانسان، حتى اللي بيعاني من بعض الامراض اللي احنا بنقولها ايه، لو ما عندكش ضغط وسكر ما تبقاش مصري، فاحنا عاملين حساب لكل اللي هيستخدموه مصريين، فاحنا عاملين حساب الضغط والسكر يعني. وطبعا ده برضو يا دكتور معتمد من وزاره الصحه. ايوه طبعا، وعليه التصريح وعليه الرقم الاتصال وطلع بيه تمام، حاجه تطمن الناس اكيد طبعا. يعني نصيحه يا جماعه، نصيحه، بلاش اي منتج في السوق نشوفه على سوشيال ميديا، نشوفه في حته، نشوفه في صيدليه، نروح نجربه الا لو كان معتمد من وزاره الصحه، لان اعتماد وزاره الصحه بيعني ان المنتج ده امن تماما للاستخدام وملوش اي اضرار على الانسان. ولما بيبقى في حاجه ليها اثار جانبيه وزاره الصحه طبعا بتحط الاثار الجانبيه ليه. فخلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع دكتور محمد حوارنا.